بسم الله على بركة الله. هنا الدجاج ديالنا، الدجاج ديالنا من بعد ما غسلتها مزيان ونضفتها مزيان هاياك وتحكات بالحامض والملح وترقدات مزيان حتى تنقات، هاهي كما كتشوفوا. هنايا اش غنحتاج ليها؟ هنا عندي نص حامضة مصيرة، هاهي محيدة ليها الزريعة، انو داك الزريعة اللي كتكون هنايا وخليتها باللب ديالها. هنا عندي شوية قزبور ومعدنوس مجمد تقريبا معلقة، عندي واحد البصيلة كما كتشوفوا، واحد البصيله متوسطه هانتوما هنايا، وعندي هنايا شي خمسه ديال الدريسات ديال الثومه، كنتمنى يكونوا واضحين. هادشي دابا كلشي غنشدو غندوزو في الهشوار وغنمرمد فيه وغنزيد ليه العطريه، ومن بعد غنوريكم اش غنزيد فيه كامل، ومن بعد نمرمد به الدجاج ديالي. نتلاقاو البنات. من بعد ما طحنت البصيله وديك الثومه والحامض والقزبر ومعدنوس، ها هو شكلو كي كيكون. هو من بعد هنايا غادي نضيف العطريه اللي قلت لكم، واحد الدويمه ديال الزعفران، ها هي دويمه صغيره ديال الزعفران، او الا عندكم زعفران شعره انا متوفرش عندي، شويه الخرقوم عود وشويه سكنجبير وشويه البزار تقريبا نص معلقه نص معلقه، وهنايا معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، داك التوابل ديال الدجاج المخلط اللي كنجيبو مع العطار هما هذوك. ايوا هادشي اللي كاين. دابا نخلط انا هاد البصله على هاد العطريه ونمل فيها الدجاجه ديالي. بنات من بعد ما مرمت الدجاجه ديالي مزيان كما كتشوفوا، شوفوها ها هي راه تمرمدات مزيان بديك ديك العطريه وداك الشيء كله دخل فيها، ديك البصله والثومه وهذا تحت الجلده ديالها وكلشي من الداخل من برا من كلشي. ومن بعد الباقي درتو في الطنجره هنايا وغنخليها واحد شويه وغنشعل عليها، من الاحسن ترتاح واحد شويه ديروها على تي ساعه وحتى ديروها بالليل. الى الدجاج ديالكم غديروا، انا غير وريتكم دجاجه وحده كبحال هكا، عندكم دجاج بزايد وعند شي مناسبه غديروا شحال من دجاجه زعما 4 5 ولا حتى 10 ديال الدجاجات ولا حتى اكثر، كتصيبوه بالليل هكا وكتخليوه. غير انا دابا درت انا معكم غير دجاجه وحده، القياس ديال الدجاجه وحده. هادشي اللي كاين البنات، نتلاقاو من بعد. هنا البنات انا حطيتها فوق النار، من بعد ما ارتاحت واحد شويه زدت هنايا واحد نص كاس ديال زيت العود، هادشي اللي زدت. وهنا غنزيد واحد 4 ديال الحبات ديال القعقله، ها هما 4 ديال الحبات هكايا، مع انها كاينه في العطريه اللي مطحونه ديال الدجاج، لكن انا كيعجبني الطيبه ديالها مزيان كتعطي واحد النسمه زوينه. ومن بعد غنزولهم دوك الحبيبات. انا دابا انا غنشحل واحد شويه وندفع عليها البصيله، البصله ديك البصيله هنا هي البصيله دفتها كما كتشوفوا، غنخليها تشحل شويه وغنزيد ليها تقريبا واحد الكاس تاع الماء ونخليها تطيب. هي لا ضعيه غطيب على فكره حيت غير دجاجه كما قلت لكم. من بعد غندفع عليها واحد الكويس الماء. هانتوما البنات، لا غير هاد الكويس الصغير ديال الماء اللي درت، كاس صغير ديال اتاي. وعلى فكره لا ما زدت الملح نهائيا حيت الدويمه ديال الدويمه اللي درنا ديال الزعفران مالحه، والحامض حتى هو فيه الملح. هادشي اللي كاين. انا زدت واحد الطريفات ديال الحامض انا صاينين، ها هما حتى هما زدتهم صافي. هادشي اللي كاين البنات. غنخليو الدجاج ديالنا طيب تقريبا واحد 35 دقيقه 40 دقيقه، مره جربوها واش طابت. المهم كتاخذ ديك 35 40 دقيقه، ما كتاخذش كثر باش ما تهرش معكم. ديالي البنات من بعد ما خرجتها من حيدتها من المريقه، من بعد ما طابت حطيتها هنا في الطبق، درت لها بابي الومنيوم هكايا. انا غير ما بغيتش نستقى الطاوله هكا، ما عنديش الوراق ديال الطبخ، درت غير بابي. هو هنا دابا عندي واحد معلقه الزبده وعندي معلقه صغيره ديال المطارد، ها هي غادي نمعسهم مزيان مع بعضهم، ومن بعد غادي ندهنها مزيان ونخشيها في الفران تحمر. البنات ها هي الضغميره كما كتشوفوا، غنخليها تشرب غنخليها تنشف مزيان. وهذا على فكره على داك الكويس الصغير تاع الماء اللي درت، لا غير حيت شعله على البوطه بشويه كما كتشوفوا لا بقات هو هو، ما تحرقات ما والو، ما كنتش مجهده العافيه، كنت العافيه ناقصه. وديك الكبده هي ما قطعتهاش انايا حيت كاينه عندي في الدار ما كياكلوش الكبده، ما كيبغوهاش، ما كيبغوش المذاق ديال الكبده، داكشي علاش خليتها صينه. هذيك الحبيبات ديال القعقله راه زولتهم صافي، غنخليها دابا تشحر هكا مزيان، ونديو الدجاجه ديالنا تحمر في الفران
ندهنها مزيان بهاد الزبيده اللي قلت لكم ونديرها في الفران ونطلقها من بعد. هاد الطبق ديالنا وجد البنات كما كتشوفوا الدجاجه ديالي تحمرات وحطيتها في الطبسيل وكبيت عليها ديك التغميره من بعد ما زدت لها زويتينات، وهذا الشيء اللي كاين وشويه الفريت. وبالصحه والراحه، كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا لكم.